رحت الفندق ليه يا سليم؟ مراتك كانت هناك مش كده؟ بعد كل اللي حصل وكل اللي قلناه في الآخر برضو اخترتها، بعد كل اللي عملناه معاك واستحملناه برضو في الآخر عايز تسيبنا وتروح لها. يا خسارة يا سليم، للدرجة دي بتحبها؟ دي ما بتمشيش معايا. انت عمرك ما كنت معانا ولا عملت برسالتنا. فوق بقى. فوق كفايه تمثيل، انا وانت هنا لوحدنا ما فيش حد موجود. مش لازم تطلع لي عده النصب. دي عقيده يا سليم. عقيده هفضل طول عمري احارب علشانها، عشان غبي. من ساعة ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشه دي ليه؟ ملقتش إجابة غير إن أنت فاشل وجاهل. رحت لميت شوية العيال الغلابة دول حواليك بالكلمتين اللي أنت حفظتهم وضحكت عليهم بيهم وضحكت عليهم باللقمة اللي بتديها لهم، فحسسوك إنك ملك وأنت ولا حاجة. أنت لو جابولك السلطة لغاية عندك مش هتعرف تعمل بيها حاجة، لأنك فاشل وجاهل وغبي واخرك تضرب بالرصاص. بس انا كمان غبي. غبي عشان جه وقت مشيت ورا واحد زيك. انت فعلا غبي يا سليم. عارف ليه؟ عشان الجاهل اللي واقف قصادك ده عارف يجيبك يا باشمهندس يا متعلم يا بتاع المدارس ويخليك تعمل اللي هو عاوزه برضاك. انت ملكي يا سليم، ملكي. كل اللي انا عايزه منك بتعمله. انت راضي؟ زي ما رحمتك من حكم الإعدام زمان، جه اليوم اللي نفذه فيك دلوقتي. إيه؟ دي كمان مش قادر عليها؟ لسه يا سليم، ميعاد موتك ما جهش. هسيبك كده لحد ما نخلص اللي ورانا وتشوف بعينك هنعمل ايه لما نوصل، لما تعرف غلطتك ساعة ما خرجت عن طعنة. ساعتها بس هيتطبق عليك شرع ربنا. أمرك يا شيخ؟ رد على رسالة معتز وقول له يجهز، أنا اللي هروح أقابله. طيب والباشمهندس؟ اعمل اللي بقول لك عليه من غير كتر كلام. حاضر يا شيخ. ما قلت لك مش هموته يا صالح. سليم هيموت يعني هيموت؟ دلوقتي بعدين هيموت.
وهتشوف. رد عليك؟ امتى وفين؟ فين؟ انت متأكد؟ طيب ماشي، اتحرك روح له. طبعا تروح تقابله، مستني ايه؟ وزي ما فهمتك. ايوه يا فندم، معتز اتحرك دلوقتي عشان يقابل سليم. ادخل. ايوه تمام يا حمزه، تمام باشا. طب بقول لك ايه يا حمزه، اتصرف انت واحنا هنتحرك. مع السلامه. في يا صبري باشا؟ خير. معتز رايح يقابل سليم. فين؟ في محطه المترو، واحنا لازم نعمل حسابنا كويس جدا، لان لو اي حركه غلط سليم حس بيها وهو في وسط الناس هتبقى مصيبه كبيره. ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشه دي ليه؟ ما لقيتش اجابه غير ان انت فاشل وجاهل. رحت لميت شويه العيال الغلابه دول حواليك بالكلمتين اللي انت حفظتهم، ضحكت عليهم باللقمه اللي بتديها لهم، فحسسوك انك ملك وانت ولا حاجه. مساء الخير يا غادة. مساء النور. ممكن اتكلم معاكي شوية؟ طبعا اتفضلي. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. انا مش جاية النهاردة كصحفية، مش جاية اعمل معاكي حوار ولا اخد منك خبر. انا بس المرة اللي فاتت لما اتقابلنا ما كانش في اي فرصة ان انا اتكلم معاكي. اتفضلي. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اعتذر لك. انا لما جيت اعمل معاكي حوار انتي ومامتك انا فعلا كنت بعمل شغلي، ما كانش قصدي خالص ان انا ادخل في حياتك الشخصيه ولا ضايقك باي شكل من الاشكال. مفيش مشكله، حصل خير. اصلا الموضوع عدى عليه وقت طويل وانا نسيته. طيب في حاجه كمان محيراني. ايه؟ قولي. انا اشتغلت على موضوع سليم ده كتير جدا، يعني عرفت حدوته من اولها لاخرها. الحاجه الوحيده اللي مش قادره افهمها في الموضوع ده هي انتي. تقصد ايه؟ يعني ازاي بعد كل اللي عرفتيه ده وبعد كل اللي حصل وكل المشاكل اللي تعرضت لها بسببه ليه ما سبتيهوش ومشيتي؟ تقصد ايه؟ هقصد يعني بعد كل اللي عرفتيه عن سليم وبعد كل اللي تعرضتي له والمشاكل دي كلها ما سبتيهوش ومشيتي ليه؟ عشان بحبه. عارفه انه صعب عليكي انك تفهمي، عارفه انه صعب على اي حد انه يفهم. انا نفسي ما كنتش فاهمه انا بعمل كده ليه. كل ما اخد قرار اني ابعد واسيب كل حاجه ورايا بضعف، ما بقدرش، بلاقي حاجه موقفاني، حاجة كده شداني ليه. وبالرغم من كل اللي عمله
وبالرغم اني عارفه انه ما ينفعش بلاقي نفسي بسامحه كل مره، زي الام بتسامح ابنها مهما عمل. ما تستغربيش لو قلت لك ان انا كل يوم بفضل مستنيه سليم انه يرجع وياخدني ونعيش مع بعض حياه حلوه زي اللي كنا عايشينها مع بعض. للدرجه دي بتحبيه؟ يا إخوة، صالح وجاسر ومحمد وعبد الرحمن هيجوا معايا، وانتوا هتأمنوا المكان. لو حصل حاجة عارفين هتبلغونا ازاي، وانتوا هتقفوا هنا. سليم ما يخرجش من اوضته ولا حد يدخله، ولو حاول يعمل حاجة فلا لوم عليكم ولا تثريب. فاهمين كلامي؟ ها، أمرك يا شيخ، أمرك يا شيخ. توكلنا على الله. كابر خير يا ممتاز. ايوه يا فندم، جابر اللي جه من السليم. جابر المحلاوي؟ متاكد يا ابني؟ ايوه يا فندم جابر. مش هنعرف نعمل له حاجه وهو في وسط الناس، جايز يكون مأمن نفسه. هنعرض المحطه والناس لخطر. عندك حق، محدش يقرب له وخليه تحت المراقبه من غير ما يحس بيكم. دي فرصتنا، لازم نعرف هيخرج من هناك يروح على فين. رجاله اسمعوني كويس، ما تتكلم. سمعت ان عندك حاجه ضروري وعايز تقولها. خير؟ اصلا انا كنت فاكر سليم هو اللي جاي. سليم مش فاضي. اللي انت عايزه قوله لي. انا ايه، في مشكله في موضوع المتحف؟ لا ابدا مفيش، كل حاجه ماشيه زي ما امرت يا شيخ جابر. حتى انا مفيش مشكله. يبقى اكيد عايز حاجه، مش كده ولا ايه؟ انا بس كنت عايز اسال، يعني بعد العمليه ما تتم وكل حاجه ما تخلص، انا هروح فين؟ هتروح فين يعني ايه؟ بتتكلم يا معتز؟ خلصني. يعني يوم ما توصلوا الحكم انا نصيبي ايه؟ شوف يا صبري باشا، احنا هنحط ناس هنا وناس هنا وناس هنا، ولو جابر حب يخرج من اي بوابه من دول لازم يترصد لحد ما يرجع لعربيته ويرجع بيها على المكان اللي هو جاي منه. لا، المهم عندي يا فندم انه ما يركبش المترو. لو ركب المترو ممكن ينزل في اي محطه، وساعتها ممكن يتوه مننا وسط الناس. بفرض بقى انه ركب المترو، لازم الرجاله بتوعنا يكونوا متابعينه بس من غير ما يحس بيهم، لانه لو حس بيهم هيهرب او يروح مكان تاني. حمزه فين دلوقتي؟ كلمه وقول له فندم ستر عايز اسكن في كتابه حالا دلوقتي. طيب روح انت دلوقتي. جابر المحلاوي هو من امتى بيروح لحد؟ معتز مش اي حد يا فندم، ده واحد من اهم رجالته وشركته من اهم مصادر تمويل التنظيم، وجايز يكون هو ده اللي جابه. وسليم ما جاش ليه؟ لسه مش عارفين يا فندم، لكن احتمال يكون قريب منه، لان جابر مش هيختار مكان يقابل فيه حد الا لما يكون مأمنه كويس. يبقى مش لازم نخاطر. انتوا تراقبوا جابر كويس قوي في المحطه، اول ما تشوفوه تقبضوا عليه هو واللي معاه. ممكن تستعينوا بفرقه خاصه معاكم اذا حاول يهرب او
يقاوم هتساعدكم. أنا المهم عندي إن جابر يكون قدامي الليلة دي، سواء عايش أو ميت، مفهوم؟ سامحنا يا شيخ جابر، بس أنا برضه كان لازم أسأل. أنت أكتر واحد عارف أنا تعبت قد إيه وعملت إيه عشانك لحد النهارده. والعملية اللي جاية دي أنا أكتر واحد ممكن يتأذي فيها لو لا قدر الله. مفيش لو يا معتز. لو بتفتح أعمال الشيطان. وإحنا ما وصلناش لكل اللي وصلنا له ده علشان تيجي في الآخر وتقولي لو. مش قصدي يا شيخ جابر، وبإذن الله كل حاجة تمشي على خير وربنا يكرمنا. لكن بعد كده يعني أنا واضح هيبقى إيه. خايف ما نحتاجلكش تاني؟ بصراحة خايف. أنا بدخل لكم فلوس كتير ودخلتكم المتحف. بعد ما ربنا يكرمنا وتوصلوا أنا خلاص مش هيبقى لي لازمة. مين اللي قالك كده؟ هو ده ظنك بينا معتز؟ شفت مننا الغدر قبل كده وخايف نغدر بيك تاني؟ لا العفو يا شيخ جابر، مش قصدي كده خالص. حول ولا قوة إلا بالله. الحرب لسه ما خلصتش وجايب الدور على الغنايم. حتى أنت معتز، حتى أنت بتجري على دنيتك وناسي ربنا سايب لك إيه في الآخرة. يا شيخ جابر أنا لو بفكر كده ما كنتش خطرت ولا دخلت من الأول. لو تعرف يا معتز إحنا كنا شايلين لك إيه. العملية دي بعد ما تنجح احنا بقى محتاجين واحد بيفهم في الاقتصاد، واحد بيفهم في الإدارة. الواحد ده هو انت معتز.
حاجة تاني ولا خلاص؟ لا شكرا شكرا. وريت تزعلش مني. أنا مش زعلان منك. أنا زعلان عليك. واصبر معتز. إن الله مع الصابرين. السلام عليكم. السلام. ممكن تتفضل معانا؟ في ايه تاني؟ انا عملت كل اللي طلبتوه. اتفضل معانا لو سمحت. عايزين نقبض الليلة دي على جابر، فاهم؟ الليلة دي هو بأقصى سرعة. تمام سعادتك. جابر واللي معاه مسلحين واحتمال كبير يقاوم. يبقى هو كده اللي اختار الطريقة اللي احنا نتعامل معاه بيها. وديك سمعت سيادة الوزير قال ايه؟ لازم نقبض عليه عايش أو ميت. كلهم ماتوا يا شيخ جابر.